ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي الدكتور خالد يسمعك. ألو، السلام عليكم. السلام وعليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا أخوي يشتغل في البنك نعم. في الأنظمة، بس إنه ما يدخل في توقيع أوراق ولا شيء، يعني بس في الأنظمة يشتغل. البنك هل ربوي؟ يدخل فيه ربا ولا شيء؟ البنك ربوي أو بنك؟ لا، مو بالإسلامي، أي نعم. سلام. طيب في واضح. بنك الرياض. طيب غير هذا في سؤال آخر؟ لا، شكرا. طيب الأخت أم أحمد أيضا من السعودية سألت بالنسبة لي أن أخلها يعمل في بنك في مجال الأنظمة، ربما في مجال كان قانوني أعتقد، تسأل أنه لا يقابل الجمهور يتعامل مع حمل البنك ربوي كما سألتها، هل عليه شيء؟ هل يقدم على هذا العمل؟ نعم، العمل في البنوك يمكن أن نقول أولا البنوك تنقسم إلى قسمين، بنوك نعم. ربوية وبنوك تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية. فالعمل في البنوك التي تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في أي مجال جائز ولا حرج فيه، لأنها من الخدمات المباحة والمنافع الجائزة. العمل في البنوك الربوية، الأعمال في البنوك الربوية تنقسم أيضا إلى قسمين، لكن قبل أن نذكر هذه الأقسام نقول الأعمال البنوك الربوية روحها وأساسها وأصل اشتغالها يقوم على الربا والفائدة الربوية. معنى هذا أن الربا يعتبر أساس وأصل في عمل هذه الدائرة. هذه الدائرة لا تستقل بالعمل الربوي المباشر، نعم. بمعنى أن الربا يكون في المعاملات، ويكون هناك أمور ترفد الربا بمعنى أنها تسهل الخدمات ولكنها ليست من الربا. هناك في البنوك الربوية نسبة من الأعمال قد تصل إلى 30% لا تعتبر من الأعمال الربوية المحرمة، يعني هي من الأعمال المباحة، الخدمات المباحة. فلأجل هذه الخلفية، وهو كون الربا أصل قام عليه العمل المصرفي في هذه البنوك، ولكونه هو الغالب، فإن كثيرا من أهل العلم رأوا أن جميع الأعمال في البنوك الربوية على أي وجه كانت تدخل في الإعانة على المحرم، والله تعالى قد قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعلى هذا لا يجوز العمل، واستدلوا بأدلة عديدة، منها ما في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومعنى هذا أن الملعون في الربا خمسة، وليس فقط الآكل والمؤكل اللذان يباشران جني فائدة الربا أو مباشرته، بل الكاتب وهو أجنبي ما يدرك مالا، والشاهد وهو مجرد حفظ للحق يدخل في التحريم. وعلى هذا فإن جماعة من أهل العلم، وهو الذي يفتي به أئمة وأعلام كبار في زماننا كشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد العثيمين رحمه الله، أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في أي قطاع على إطلاقه. على إطلاقه. القول الثاني هم الذين رأوا أن في هذه البنوك مجالات لا تباشر الربا، وإن كانت قد تخدم الربا لكنها ليست مباشرة له وليست كاتبة ولا شاهدة، فقالوا بأنه يجوز العمل في المجالات البعيدة التي لا تباشر الربا، كخدمات العملاء في جوانب المتاجرة وما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تكون متصلة بالربا. هذان قولان أهل العلم، والذي أرى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون محتاطا لمكسبه وأن لا يدخل عليه ما فيه شبهة، فإن هذه الأموال فيها شبهة كبيرة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثر الربا على من أعظم خير، وهو سؤال الله تعالى الخير في الحديث المشهور في من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر يداه ممدودتان السماء، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي، يعني شبع وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهو من أعظم أسباب الحيلولة بين العبد وبين إجابة الدعاء. فأنا أوصي إخواني بأن يتقوا الله تعالى وأن يبعدوا، كما أني أوصي أصحاب البنوك أن يتقوا الله تعالى. والعجيب أن بنوكا ناشئة في بلاد ليست بلاد إسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية وتحقق أعلى المكاسب في جلب المستثمرين وجلب الأموال. فأهيب بإخواني أصحاب البنوك التي تعتمد الربا والفائدة في معاملاتها أن تعدل وأن تجتهد، وقد فتحت مجالات كثيرة يمكن من خلالها تحقيق أرباح كبيرة وتحقيق أيضا أمن نفسي وفتح مجال لكثير من الشباب في توظيف المباح الحلال.